بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إن شاء الله إحنا داخلين على الامتحانات بعد العيد. الهدف من الفيديو ده إن شاء الله إن إحنا هنكثف مراجعة مهمة جدا على الجرامر واللانجويج. طبعا إحنا كنا واقفين عند يونت 9، هنبدأ النهاردة ان احنا نكمل من اول يونت 10. يا ترى ايه الجرامر اللي موجود في يونت 10؟ عندي زي ما انت شايف قدامك على الشاشة دلوقتي انه في يونت 10 عندي زمن present perfect continuous، تحت منها past perfect اللي هو الماضي التام. بالنسبة ليونت 11 فيه revision على past simple، وكمان في درس مهم جدا اللي هو الريبورتد سبيتش، شرح الكلام المباشر والكلام غير المباشر. بالنسبة ليونت 12 اخر يونت معانا بتتكلم عن الفيوتشر with will. انا النهاردة هبدأ بمراجعة او شرح زمن present perfect continuous، لكن في البداية لازم تعرف او نفكر بعض بزمن الـ present perfect simple tense. لو جينا نفكر بعض بزمن الـ present perfect tense، عندنا زمن اسمه the present perfect tense. الـ present perfect tense بيتكون من ايه؟ انا هجيب لك example دلوقتي. علي has bought a new موبايل. علي اشترى موبايل جديد. يا ترى الفعل هنا مكتوب ازاي؟ الفيرب مكتوب ازاي؟ لو جيت تلاحظ معايا هتلاقي ان الفيرب مكتوب من كلمتين، has bought. احنا عارفين لما خدنا قبل من كده ان الفيرب to have، سواء كانت كلمة have او كلمة has، بيجي بعدها الباست participle من الفعل. اول حاجة نعرفها النهاردة ان احنا عندنا الـ present perfect tense اللي هو زمن المضارع التام، يتكون من have او has plus past participle. اوكي، احنا عندنا لما بنيجي ناخد اي زمن لازم نعرف فيه خمس ست حاجات. اول حاجة الاثبات، وهي الجملة اللي احنا كتبناها دلوقتي. الجملة اللي احنا كتبناها بتقول علي has bought a new mobile، جملة مثبتة. لو انا حبيت ان انا انفي الجملة، قال لك لما تيجي تنفي الجملة عندنا أكتر من طريقة. الطريقة الأولانية أقول علي hasn't bought a new mobile yet. يبقى الطريقة الأولى للنفي إن أنا أستخدم كلمة not تمام مع كلمة yet. في آخر الجملة بنستخدم كلمة yet. تمام. طب وايه الطريقة التانية للنفي؟ قالك ان احنا نستخدم كلمة never. علي has never bought، وكمل الجملة بتاعتي زي ما هي. يبقى هنا الطريقة التانية للنفي اللي هي كلمة never. يبقى الشوية اللي انا قلتهم دلوقتي، قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا زمن المضارع التام يتكون من have او has plus past participle. لما بنيجي ننفي عندنا طريقتين، الطريقة الاولانية not yet، الطريقة التانية نفر. هل كده بس؟ لا طبعا، احنا عندنا مجموعة من الكلمات المشهورة اللي بتيجي في زمن الـ present perfect tense. يا ترى ايه الكلمات دي يا نت؟ عندنا كلمة just و already. اما اجي اقول لك مثلا my father has just arrived، في الجملة دي يعني انت عندك في الـ present perfect عندنا استخدمنا كلمة just، ولكن مكانها يتوسط has والباست بارتيسيبل. طيب يمكن ان انا استخدم مكان كلمة just كلمة already. تمام، يبقى دي في نمبر 4 استخدمنا just و already. تمام. في بقى ملحوظة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. انا هكتب قدامك جملتين دلوقتي، او بمعنى اصح هما سؤالين. بيقول لي ايه؟ have، لو انت جيت تعمل مقارنة سريعة كده على الجملة او السؤال في نمبر 5 ونمبر 6، هتلاحظ حاجة.
أول نمبر 5 بتقول have you written the answer yet؟ في نمبر 6 have you written the answer already؟ السؤالين زي بعض بالظبط، ولكن الاختلاف ان في نمبر 5 استخدمت كلمة yet وفي نمبر 6 استخدمت كلمة already. يا ترى هل في فرق في المعنى ما بين السؤالين؟ أكيد طبعا. وعشان تفهم الفرق ما بين الاثنين هتلاقيني بزود هنا علامة تعجب exclamation mark. طيب ايه معنى السؤالين؟ قال لك السؤال الاولاني المدرس بيخاطب الطالب بتاعه بيقول له هل انت انتهيت من كتابة الاجابة؟ هنا المدرس بيطمئن ان الولد او بيستفسر. المدرس في حالة السؤال اللي بنستخدم فيه كلمة يت بيستفسر عن ان الطالب انجز المهمة المطلوبة منه ولا لا. تاني خلي بالكم معايا يا جماعة، دلوقتي لما اجي استخدم يت في السؤال يبقى الغرض بتاع السؤال ان انا عايز استفسر المهمة دي اتعملت ولا ما اتعملتش، هل انت كتبت الاكسرسايز، هل انت كتبت الاجابة، هل انت عملت اللي مطلوب منك. ولكن لما نيجي نستخدم already ونحط فيها exclamation mark هنا السؤال فيه تعجب واستغراب ودهشة لان الطالب عمل اللي عليه قبل الميعاد، انجز المهمة اللي مطلوبة منه بسرعة. يبقى في الطريقة الاولانية انا بطمئن هو عمل ولا ما عملش. بالنسبة للسؤال السادس لا، انا هنا مندهش لانه انجز اللي مطلوب منه بسرعة جدا. قبل ايه؟ قبل الميعاد المطلوب، عمل اللي مطلوب منه قبل الميعاد المطلوب. كلام جميل جدا. خلي بالكم يا جماعه انا هنا لغايه دلوقتي بفكرك بزمن الايه؟ البريزنت بيرفكت، انا لسه ما دخلتش في الموضوع. يبقى انت كده سريعا، انا كتبت دلوقتي 6 sentences، 6 حاجات. اول حاجه قلت لك في الاثبات بنستخدم هاف وهاز زائد الباست بارتيسيبل. تاني حاجه في النفي عندنا نوت مع يت او نيفر. بعد كده في نمبر 4 عندنا بنستخدم جاست اوريدي بتيجي في النص. عندنا في نمبر 5 ونمبر 6 مع بعض سؤالين متشابهين في الشكل لكن في المعنى لما نيجي نستخدم يد بنستفسر عن معلومه، انما لما نيجي نستخدم اوريدي احنا مندهشين لسرعه الاداء. يا رب تكون اتفهمت ان شاء الله. طيب هل فيه كلمات تانية بتيجي في البريزنت بيرفكت؟ اه طبعا. انت عندك عندنا ايه؟ عندنا فور وسنس. لما اقول لك مثلا ايه هي هاز ليفد ان كايرو فور 10 ييرز، ونفس الجمله هكتبها مع تعديل، نفس الجمله هكتبها مع تعديل. ملاحظ معايا ان التعديل هنا ان انا في الجملة نمبر 7 استخدمت كلمة فور، في الجملة نمبر 8 استخدمت سينس. طيب انت فاكر من الترم الاولاني ان احنا لما بنيجي نستخدم المضارع التام مع فور او نستخدم فور، لما نيجي نستخدم فور مع المضارع التام يبقى هتجيب وراها المدة الزمنية. انه عاش في القاهرة لمدة تقدر بعشر سنوات، ولكن في نمبر 8 في رقم 8 قال لك انه عاش في القاهرة منذ عام 2014. يبقى الفرق الجوهري ما بين كلمة فور وسنس ان فور بيجي وراها المدة لكن سنس بيجي وراها بداية المدة. اوكي طب يا ترى كده انتهينا؟ قال لك لا معلش، شوفوا يا جماعة زمن المضارع التام او البريزنت بيرفكت من اطول الازمنة شرحا. في بعض الحاجات كده تمام اللي انت لازم تبقى عارفها عشان لما نيجي نشرح المضارع التام المستمر تبقى عارف الفرق ما بين الاثنين. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب انت دلوقتي اللي لسه معانا ركز معايا كده في الاكزامبل اللي جاي. سامي has built a new villa recently. lately. طبعا انت دايما خلي بالك معي، اذا انا كتبت كلمتين جنب بعض وعملت معاهم او عملت بينهم شرطة مايلة يبقى الاتنين بدائل في نفس الجملة.
يعني الاثنين تقريبا نفس المعنى. ايه معنى كلمة ريسنتلي اللي متلونة باللون الاحمر؟ قال لك خلي بالك كده، ايه معنى الجملة من الاول؟ سامي هاز بيلت ا نيو فيلا ريسنتلي. سامي هاز بيلت ا نيو فيلا ريسنتلي، سامي بنى فيلا حديثا مؤخرا. معنى الكلمتين حديثا ومؤخرا. طب انا فهمت ايه؟ فهمت ان هذا الحدث تم في الفترة الاخيرة، يبقى دي عندي ريسنتلي وعندي كلمة ليتلي. نيجي دلوقتي بقى للزمن الجديد او الزمن موضوع الوحدة. عندنا زمن اسمه The Present Perfect Continuous. الزمن اللي معانا اسمه ايه يا ولاد؟ The Present Perfect Continuous. انا عاوز قوي مهم جدا ناخد بالنا من حاجة، الامتحانات على الابواب. الفيديو ده الغرض منه مراجعة مكثفة، يعني شرح مكثف. الغرض من، بصوا يا جماعة، الغرض من الفيديو ده شرح مكثف للحاجات اللي لسه في المنهج معانا، بحيث انك انت لما تسمع الفيديوهين او التلاتة اللي انا هبعتهم لك مهم جدا تهتم بيهم، لان انا بناء عليهم هكمل معاك الحصص بتاعتنا. مهم يا جماعة نهتم بالموضوع ده ضروري. يبقى تاني، انا دلوقتي معايا زمن ايه؟ The present perfect continuous. يعني ايه present perfect continuous؟ زمن المضارع التام المستمر. انت قلت لي دلوقتي من شوية ان انا عندي زمن المضارع التام بيتكون من ايه؟ من have او has زائد past participle. لكن في المضارع التام المستمر هنستخدم have او has been زائد ال ing او الجيران. يتكون من have او has زائد been زائد الverb plus ing. على سبيل المثال، for example، علي has been studying all day. ركز معايا كده، ايه الكلمة الاخرانية اللي انا كتبتها قدامك؟ انا عايزك تهتم او بالكلمة الاخرانية اللي هي all day. تمام، ايه معنى كلمة all؟ احنا انتوا لو فاكرين معانا ان كلمة all معناها جميع او طول او طوال النهار. كلمة all اللي موجودة معايا دلوقتي لما تيجي مع all day معناها طوال النهار. لو قلت all week يبقى طوال الاسبوع. all year طيلة السنة. علي has been studying، علي كان بيذاكر. بيذاكر امتى؟ طول النهار. لا، يبقى كلمة all اللي انا معلم عليها دي يا نت، تمام، افادت استمرارية العمل، ان هذا العمل تمام علي مستمر فيه. يبقى ايه بقى اللي بميز المضارع التام عن المضارع التام المستمر؟ لو ركزت معي، المضارع التام معناه ان الحدث تم. لو تفتكر معايا المثال اللي فات في نمبر 9، المثال نمبر 9، سامي بنى فيلا جديدة في الوقت الحديث أو مؤخرا. معنى الكلام إن الفيلا دلوقتي جاهزة، إنه تم الانتهاء من بناء الفيلا. ولكن هل الكلام ده معناه موجود في جملة علي دي؟ أقول له لا، معنى الجملة بتاعت علي اللي هي قدامنا اللي هي في زمن the present perfect continuous، أن علي كان يذاكر مدة طويلة، كان مستمرا في المذاكرة. علي has been studying all day. وبالتالي مهم جدا أن احنا نعرف أن كلمة all أفادت الاستمرارية في العمل. دي رقم واحد. طيب لو أنا جبت example تاني، تمام، أقول مثلا إيه؟ mom has been cooking for 2 hours now. انت ايه بقى انت الكلمة الكي فوكابلري اللي موجودة عندنا او الكي وورد اللي موجودة؟ طبعا احنا عارفين ان for بيجي وراها البريد. طيب هنا بقى هو اضاف حاجة معاها اللي هي كلمة now. معنى الجملة من الاول ان امي طبخه منذ ساعتين الى الان.
لما تجمع كلمة فور مع كلمة ناو أفادت أنه زمن المضارع التام المستمر، أي أنها لم تنتهي بعد. وبالتالي شوف، تعرف الجملة دي أقول أنا أكتب جنبها إيه؟ أقول she hasn't finished yet. She hasn't finished yet. طب إيه معنى she hasn't finished yet؟ قال لك إن الجملة بتاعت she hasn't finished yet معناها أنها لم تنتهي بعد. إن أمي تطبخ منذ ساعتين إلى الآن، وهذا يفيد أنها لم تنتهي من هذا العمل، أي أنها مستمرة في هذا العمل. لقد بدأت في عملية الطبخ وما زالت تطبخ ولم تنتهي بعد. يبقى أنا هنا هجيب لك إكزامبل كمان عشان تبقى إيه الفكرة وصلت. يقول لي مثلا إيه، Sammy has been playing. Sammy has been playing for an hour now. اتفقنا إن هنا عندنا علامة مهمة جدا اللي هي for an hour now، معناها إن زمن الجملة مضارع تام مستمر. طب معناها إيه برضو؟ معناها إنه بدأ في اللعب ولا يزال يلعب ولم ينتهي من اللعب بعد. وبالتالي شوف، خلي بالك معايا من الجملة اللي أنا هكتبها دي، he is still playing. شوفوا كده يا ولاد، مهم جدا تاخد بالك من الملحوظات دي. شوفوا يا جماعة، احنا عندنا في الجملة نمبر 1 has been studying. has been studying فعل في زمن المضارع التام المستمر. ليه؟ لان احنا عندنا كلمة all day. طب تمام قوي. طيب الجملة رقم 2 بيقول لي ان mom has been cooking for 2 hours now. هنا احنا قلنا لما يكون عندنا كلمة now معنى الكلام ان she hasn't finished yet. يعني ايه she hasn't finished yet؟ معناها انها لم تنتهي من هذا العمل بعد. طب الجملة نمبر 3 بيقول لي ان سامي has been playing for an hour now، انه يلعب منذ ساعة الى الان. he is still playing. يعني ايه بقى كلمة still playing؟ شوف كده معايا، قال لك كلمة still playing، قال لي تمام، still معناها لا يزال يلعب. كلمة still معناها لا يزال يلعب. يبقى أنا استفدت إيه دلوقتي؟ الثري sentences اللي قدامي، أقول أنت عندك زمن اسمه زمن المضارع التام المستمر. زمن المضارع التام المستمر بيعبر عن إن الإنسان بدأ في عمل معين تمام ولم ينتهي منه بعد. الدليل من الكلمات اللي بتدل، شوفوا يا اولاد انا بقول ايه، احنا عندنا مجموعه من الكلمات اللي بتدل على هذا الزمن. اول حاجه عندك all day، تاني حاجه كلمه فور، ولكن فور بنجيب معاها كلمه ناو. تمام، كلام جميل. ايه معنى بقى نت الجمل دي؟ معناها hasn't finished. يعني ايه كلمه hasn't finished؟ لم ينتهي. طب في عندنا كلمة اسمها still، كلمة still معناها لا يزال يقوم بهذا العمل. هل انتهى الموضوع على كده؟ لا، لسه في نقطة مهمة جدا اقول لك عليها بسرعة. عندنا في نمبر 4 بيقول لي ايه، dad is tired he has been working all week. داد ماله؟ طبعا عارفين ان كلمة tired معناها متعب. طبعا كلنا عارفين ان كلمة tired معناها متعب. وبالتالي ايه معنى الجملة على بعضها؟ معنى الجملة كلها ان ابي كان متعبا لانه كان يعمل طول الاسبوع. قال
الفعله. يبقى هنا انت استخدمت المضارع التام المستمر ليه؟ لما اجي كده افكر فيها كده اقول اه يعني انت قصدك ان المضارع التام المستمر ادى الى التعب. يبقى هنا المضارع التام المستمر هو عمل يؤدي الى نتيجه له اثر. ايه الاثر بتاع العمل طول الاسبوع؟ انه جعل ابي متعبا. يبقى احنا كده قلنا ايه خلاصة الكلام ده كله؟ ايه الخلاصة؟ بتقول ان احنا عندنا اربع حاجات بالنسبة للمضارع التام المستمر. لازم في البداية تعرف ان هو بيتكون من هاف او هاز زائد البين زائد الفعل في اي ان جي. طيب بالنسبة للاستخدام هو بتقول عن الحدث اللي بدأ ولم ينتهي منه بعد، اي انه ما زال يقوم بهذا الحدث. تمام. بعد كده لازم نفهم ان هو له اثر في الحاضر. تمام، زي ما قلت لك المثال بتاع داد، ان ابي يعمل طيلة الاسبوع وهذا ادى الى انه يشعر بالتعب. هنبدأ دلوقتي ان شاء الله ان احنا نحل اكسرسايزز على الكلام اللي انا قلته. ولكن برضو انا عايز افكرك بحاجة، ان انا لما قلت ان اي زمن بناخده قلت فيه مجموعة من الأشياء لازم نبقى عارفها. ما تنساش إن هيجي لك جملة مثبتة، وهيجي لك جملة منفية، وهيجي لك جملة في المبني للمجهول، وهيجي لك جملة تمام عبارة عن سؤال، والسؤال نوعين، في سؤال بهل وفي سؤال بكلمة استفهام. يعني أنت ما شوف، خلي بالك معايا كده من السؤال الأولاني ده. السؤال الأولاني اللي ظهر قدامنا دلوقتي، لو أنت فاكر، يعني احنا لو جينا نبدأ بالسؤال اللي قدامنا بيقولي have you never driven a car؟ ده طبعا سؤال، هو عايزك تصحح correct never. طب انتوا فاكرين في الترم الاولاني ايه الكلمة اللي بتيجي في السؤال ولكن بتتحط في نص السؤال؟ اكيد طبعا انتوا فاكرينها، كلمة ever. يبقى حل الجملة نمبر 1 ان انا اكتب كلمة ايه؟ ever. في الجملة نمبر 2 بيقول لي I visit the restaurant 3 times in 3 weeks. I like it. الجملة دي معناها إني زرت المطعم 3 مرات هذا الأسبوع. طب فكر معايا كده، لما أقول لك أنا زرت المطعم 3 مرات، هل هذا الزمن مضارع تام فقط ولا مضارع تام مستمر؟ اقول لك اه، ما طالما انت ذكرت عدد المرات يعني الامر منتهي، مره واثنين وثلاثه انتهم. طالما عدد المرات موجود يبقى احنا هنصرف الجمله في زمن المضارع التام. يبقى visit هتبقى has visited. يبقى عندي visit هتبقى ايه يا جماعه؟ has visited. اوكي، وبالتالي هنقوم كاتبين هنا كلمه has visited. Okay. My grandfather has never drive a car. طب تمام، طالما انت عندك has ورا منها كلمة never، يبقى انت هتعمل ايه في درايف؟ هتحولها على طول للباست بارتيسيبل. ايه الباست بارتيسيبل من درايف؟ هتبقى كلمة driven. يبقى الباست بارتيسيبل من درايف يا جماعة هيبقى ايه؟ driven. الجملة اللي معانا بقت في نمبر 4 بيقول لي منى do her homework for 2 hours. She hasn't finished yet. الله الله الله، انت هنا جاب لك المعلومة اللي احنا كنا بنقولها في الشرح دلوقتي. She hasn't finished yet يعني انها لم تنتهي بعد. طب على طول طالما هي لم تنتهي يبقى الزمن اللي مطلوب عندي present perfect continuous، مضارع تام مستمر. طيب هنعمل ايه بقى في دو؟ قال لك دو على طول تكتبها has been doing. يبقى انت هنا هتتعامل مع ايه؟ مع has been doing. دي في نمبر 4. اوكي، has been doing. has been doing. في نمبر 5 what have you been؟ what have you been بيجرى verb plus ing تبقى على طول تبقى doing.
Have you ever using a telescope؟ احنا قلنا have you ever بيجي وراها الباست بارتيسيبل يبقى using هتبقى used. What have you been dream؟ ايوه ركز. Have you what have you been بيجي وراها verb plus ing يبقى dreaming. Number 8 I not been to this restaurant before. استنوا بقى كده عليا، ركز كده معايا في الكلمة دي. الكلمة دي اسمها ايه؟ before. افتكر معايا كده المعلومة دي، كلمة before لو جاءت في نهاية الجملة معناها من قبل، وتأتي في جملة منفية إني لم أرى شيئا كهذا من قبل، إني لم أذهب إلى هذا المكان من قبل. وده الكلام اللي مكتوب في نمبر 8، والجملة دي جاية من الورك بوك، بيقول لي ايه؟ انا لم اذهب الى هذا المطعم من قبل. هتتعمل ازاي؟ هنخليها مضارع تام. مضارع تام ايه؟ منفي. ما تبقاش مضارع تام مستمر، خلي بالك معاي. ليه؟ لان المضارع التام المستمر يعني حاجة بدأتها وشغل فيها ولسه ما خلصتها. انما هنا بقول لك انا ما عملتش الحكاية دي قبل من كده. طالما ما عملتش الحكاية دي قبل من كده يبقى مضارع تام منفي، يبقى الحل بتاعها haven't been. يبقى الحل بتاعها يبقى ايه؟ haven't been. اوكي، في نمبر 9 عندي هنا، لو جينا نشوف نمبر 9 بيقول لي احمد read 3 books this week. انا مش محتاج اكمل. ليه؟ لان في هنا نقطه مهمه قوي، كاتب 3 books. طب انت قلت ايه؟ قلت من شويه اذا ذكرت عدد المرات بنستخدم زمن. ايوه برافو عليك، زمن مضارع التام. عدد المرات موجود فين؟ ثلاثة كتب. لقد قرأ أحمد ثلاثة كتب. هذا العدد يدل على أنه انتهى من قراءة الكتب، يبقى ده زمن مضارع تام، يبقى أحمد has read. أوكي، بالنسبة لنمبر 10 يونس read، عندنا يونس read a new story for an hour. He is still. خلاص ركز بقى معايا، هو مفتاح الحل في الكلمة دي. مفتاح الحل في كلمة ايه؟ still. طالما انت عندك still معناها لا يزال، معناها انه لم ينتهي بعد، معناها ان الزمن مضارع تام مستمر. يبقى انت هتعمل ايه في عمك يونس؟ هتقول ايه؟ يونس has been reading. يونس has been reading. لو وقفت لحظة كده خدت بالك معايا؟ لو وقفت لحظة معايا، ان انا لو جيت عملت مقارنة ما بين نمبر 9 ونمبر 10 هقول له انت عندك هنا كلمة 3 بوكس، عندك هنا كلمة 3 بوكس عدد المرات يخلينا استخدم مضارع تام، لكن في الجملة اللي تحتها فيها كلمة still معناها لا يزال، يبقى هنا لم ينتهي بعد. رقم نمبر 9 هتبقى مضارع تام has read، لكن نمبر 10 هتبقى has been reading. has been reading. نمبر 11 من الجمل السهلة جدا، سلمى has been studying in الفاروق school for 2013. تمام. اللي بتيجي مع السنة مش for، امال؟ ايوه انا حاسس انك انت بتقولها معايا دلوقتي، هتبقى كلمة since. في نمبر 12 بالنسبة بقى لنمبر 12 هيثم has create an app already. ايه الكلمة الكي وورد اللي بتعبر عن الزمن؟ عندي كلمة already. طالما عندك كلمة already يبقى انت على طول وانت مغمض تقول ان دي في زمن المضارع التام، the present perfect tense. يبقى على طول تخلي كلمة created. ليه؟ لأن الـ present perfect بتكون من have أو has plus الـ past participle. number 13 ندى has win already a gold medal. أقول له خلي بالك إن كلمة already لابد أن تأتي بعد كلمة has ويأتي بعدها الـ past participle، وبالتالي حل الجملة هيبقى ندى has already one. ندى has already one. تصريف التالت او الباست بارتيسيبل من وين؟ one.
اظن كده انا الفكرة وصلتنا. اذا كان احنا عندنا بنقارن بين زمنين، اعيد بقى معلش في خلاصة الحصة بتاعتنا. شوف خلاصة سريعة، المضارع التام زي ما احنا شايفين قدامنا في اكتر من حاجة، the present perfect tense. اول حاجة بيتكون من have او has زائد الباست بارتيسيبل. لما تيجي تنفي عندنا طريقتين في النفي، not yet، والطريقة التانية انك تستخدم never. في بعد كده عندنا معلومة بيقول لك انك انت تستخدم just already، تمام. just already بتيجي في النص، قبلها has بعدها الباست بارتيسيبل. طيب بالنسبة لنمبر 5 ونمبر 6 احنا عندنا سؤالين، السؤالين بنستخدم فيهم كلمتين، كلمة yet وكلمة already. لو انت تفتكر معايا في اول الحصة قلنا ان كلمة yet سؤال بنستفسر عن المعلومة، انما كلمة already بتعبر عن الاعجاب والدهشة، لان اللي عمل الحاجة عملها قبل وقتها، عملها بسرعة، لان اللي عمل الحاجة عملها بسرعة. طب كلام جميل جدا. طيب بالنسبة للنمبر 7 ونمبر 8 عندنا كلمة فور وكلمة سنس، وقلنا ان الفرق ما بين فور وسنس ان فور يأتي بعدها المدة، انما سنس يأتي بعدها بداية المدة، تمام. من ضمن الكلمات اللي بتيجي في present perfect tense ان احنا عندنا كلمة اسمها recently وكلمة lately، تمام، والاتنين بيعبروا عما تم حديثا، لقد بنى فيلا في الوقت الاخير حديثا. برضو من ضمن الحاجات برضو اللي تفتكرها معايا ان انا لما اجي اكتب سؤال اقول لك have you ever traveled abroad، تمام. من ضمن الحاجات المهمة ان احنا بنستخدم كلمة ever. برضو من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفها ان احنا عندنا كلمة اسمها before بتيجي في الجملة المنفية اللي هي بتاعت he hasn't traveled abroad، انه لم يسافر الى الخارج before يعني من قبل. يبقى في نمبر 10 ونمبر 11 في معلومة مهمة جدا ان احنا عندنا كلمتين، كلمة اسمها عندنا كلمة اسمها ever وكلمة التانية اسمها before. طيب ever بتيجي في نص السؤال، تمام، before بتيجي في نهاية الجملة المنفية. طيب بعد كده احنا قلنا ان الدرس بتاعنا النهاردة فيه زمن اسمه the present perfect continuous. ال present perfect continuous مضارع تام مستمر، بيتكون من ايه؟ المضارع التام المستمر بيتكون من have او has زائد من زائد الفعل فيه ing. طيب الزمن المضارع التام المستمر معناه انك انت بدأت في حاجة وبتعملها ولسه مخلصتهاش، وبالتالي من ضمن العلامات اللي احنا عارفينها او قلنا عليها كلمة all دي بقى بتيجي مع day، تمام، وتيجي مع week، وتيجي مع year، مع اي كلمة بتعبر عن الزمن تدل على الاستمرارية، تمام. من ضمن الحاجات اللي بتعبر عن الاستمرارية ان احنا نجيب for معاها كلمة now. طيب لما اجي اقول ان الحاجه دي ما انتهتش، يبقى انا عندي عباره she hasn't finished yet، وعندنا كمان كلمه اسمها still. بس لاحظ معايا ان كلمه still بتيجي معها he is still زائد الفعل فيه ing. الكلام ده مهم جدا. اخر جمله معانا انه لما اجي اقول dad is tired he has been working all week، الجمله نمبر 4 دي بتقول لنا ايه؟ الجملة نمبر 4 بتقول إن أبي مجهد ومتعب، وذلك بسبب أنه كان يعمل طول الأسبوع. يبقى هنا استمراريته في العمل، استمراريته في العمل طول الأسبوع أدى إلى شعوره بالتعب. وبكده أكون أنا خلصت الزمن، وبكده ان شاء الله اكون خلصت معاكم زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر. انتظروني في المرة الجاية ان شاء الله ان انا هنزل لكم الفيديو اللي بيشرح القاعدة اللي جاية. السلام عليكم.